مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أطيب. بيبسي أو كوكاكولا، ماكدونالدز أو برجر كينج، تيم هورتنز أو ستاربكس، آيفون أو سامسونج، والقائمة تطول وتطول. نظريا هو مشروب غازي، أو هو هاتف خلوي، أو هو كمبيوتر، أو هو ساندويتش همبرجر إلى آخره. ولكن تجد من يفضل البيبسي عن الكوكاكولا، والعكس صحيح. فلماذا يفضل هذا عن ذاك؟ السر يكمن في فكرة الماركة أو العلامة التجارية. فما هي العلامة التجارية تحديداً؟ وكيف يمكننا أن ننشئ أو أن نكون العلامة التجارية؟ ثانياً، هل العلامة التجارية مقتصرة فقط على المنتجات، أم أننا يمكن أن نجد علامة تجارية أيضاً للأفراد؟ يعني هل يمكن أن يكون لي أنا وأنت علامة تجارية أيضاً؟ للغوص في أعماق هذا الأمر، يسعدني أن تكون ضيفتي اليوم من أونتاريو في كندا، المدير المساعد لـ The Meeting Place، وهو تابع للبنك الملكي الكندي، الأستاذة شروق الكيالي. شروق، أهلا وسهلا بك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيك محمد، وشكرا كثير على الاستضافة. دايما بنبسط بالحلقات تبعتك لأنها دايما مختلفة وإلها مواضيع عن جد تختلف عن بقية البرودكاستات اللي بنسمعها. يسعدني جدا وجودك معايا الحقيقة شروق. يعني لو بس نبذة سريعة، أنا قلت إنه شروق هي المدير المساعد لـ The Meeting Place التابع للبنك الملكي الكندي، ولكن قد يسأل البعض يعني ما علاقة البنك الملكي الكندي بموضوع الحلقة، فلو تلقي الضوء على فكرة The Meeting Place أو مكان اللقاء اللي هو التابع للبنك الملكي الكندي. هو الرويال بانك اللي الترجمة الحرفية تبعته البنك الملكي، فكر بفكرة جديدة تختلف عن بقية البنوك، إنه بدنا نعمل نحنا شيء جديد نساعد فيه النيو كامرز اللي هم القادمين الجدد على كندا. زي ما بتعرف نحنا كل سنة بنستضيف بالقليلة 400,000 قادم جديد بكندا، ونحن أنا وياك نحن كنا قادمين جدد في يوم من الأيام، وكانت الحياة صعبة علينا لما بتيجي تارك بلدك، تارك أهلك، تارك أصحابك، تارك حتى الشغل والمعاش تبعك، وبدك تيجي تبدأ ببلد جديد. منا سهل، كتير أشي بيختلف عليك، سيستم البلد يختلف، الحياة هوني توتالي تختلف عن بلادنا، حتى اللغة تختلف. من ضمن الأشياء اللي بتختلف فيها كمان النظام البنكي. فالبنك فكر في طريقة مشان يساعد القادمين الجدد إنه يفتح إشي اسمه Meeting Place، مكان نلتقي فيه مع القادمين الجدد، نعلمهم ونحكي معهم وننصحهم مش بس بالأمور البنكية. يعني نحن بنعمل الأشي اللي بيعمله الفرع العادي أو البنك العادي، بنفتح حسابات، بنعمل استثمارات، بنعمل قروض، بنعمل شراء بيوت، كل هاي الشغلات بنعملها. بالإضافة إلى ذلك عندنا خدمة بنسميها خدمات ما وراء الخدمات البنكية، اللي هي نحن بنعلمهم كيف يعملوا السيرة الذاتية تبعتهم على الطريقة الكندية، لأنه زي ما أنت عارف السيستم يختلف هوني، الريزومي هوني أو السيرة الذاتية تختلف عن بلادنا. ما فيك هوني تكتب إمتى انولدت، ما فيك تكتب ديانتك، ما فيك تحط صورتك، في أشياء كتيرة ما الناس بتيجي ما بتبقى عارفتها. ممكن تكون عندهم هن المهارات المطلوبة للعمل، لكن لأنهم حطوها على طريقة بلادنا بيروح السيستم هوني بيعمل بيحذف السيرة الذاتية تبعتهم، بيخسروا الوظيفة من قبل ما حتى يطلعوا حتى على السيرة الذاتية تبعتهم لأنها مختلفة. فنحن لما بنيجي على هاي البلد بدنا نفكر بعقلية هاي البلد، فنحن بنعلمهم كيف يعملوا السيرة الذاتية،
كيف يعملوا الخدمات البنكية، بنعلمهم حتى كيف إذا بدهم يفتشوا على شغل كيف يلاقوا شغل، وين يلاقوا شغل. نحن اليوم عم نحكي عن زي ما أنت قلت العلامة الشخصية أو الماركة التجارية الشخصية، هاي كمان من الأشياء اللي بنعلمهم إياها، لأنها هاي بتساعدها إنهم يميزوا حالهم بإنهم يقدروا يلاقوا شغل في هاي البلد. أشياء كثيرة نحن حتى بنتواصل معهم قبل ما يوصلوا على كندا، بنفتح لهم الحساب قبل ما يوصلوا، بيحولوا مصرياتهم قبل ما يوصلوا، بنبدأ نعلمهم عن النظام البنكي وعن الأشياء اللي بكندا مشان لما يوصلوا يكونوا جاهزين فما يتعبوا زي ما نحن تعبنا. فهاي الخدمة الجديدة عم بيعملها البنك وعم تستقطب ناس كتير لأنه فعلا هن محتاجين هاي الخدمات. هاي ببساطة إيش الفرق بين الفرع العادي تبع الرويال بانك أو البنك الملكي والميتينج بليس اللي هو أضاف للبنوك شقة جديدة وخدمات جديدة عم نقدمها بالذات للقادم الجديد. تمام، شكرا يعني على هذا الشرح. طيب يعني بداية شروق، لو تكلمنا عن فكرة الماركة التجارية يعني في المطلق، يعني قبل أن نبحر في فكرة الماركة التجارية أو العلامة التجارية الشخصية، ولكن الماركة التجارية يعني إيه اللي بيخليني أختار مثلا تيم هورتنز ما اختارش ستاربكس مثلا؟ إيه اللي بيخليني إني أختار أشتري عربية مثلا هوندا مش تويوتا وما إلى ذلك؟ إيه الفرق؟ يعني إيه تكوين فكرة؟ محمد أنا بدي أخبرك عن قصة عن بناتي لما كانوا صغار. أول ما كانوا يشوفوا مثلا الأم الصفرة حرف أم بالإنجليزي الأصفر الكبير على طول بدهن ماكدونالد، لأنه خلص ركز بعقلهم إنه هاي الأم هي اللوجو تبع ماكدونالد. هلأ اللوجو بيعطيك إيش اسم الكومباني، لكن بالنسبة لطفل أو حتى بالنسبة إلنا أهل لهذا الطفل لما منشوف هاي الماركة منبدأ نفكر بأشياء تانية. أنت لما تشوف ماكدونالد ممكن يخطر ببالك أو زاكي أو يي أسعارهم كويسة أو برافو عليهم، فين ما أروح البرجر تبعهم نفس البرجر، الفرايز تبعهم نفس الفرايز، في أشياء بتخطر عبالك مجرد ما تشوف اللوجو. وكذلك حتى الشعار بتاعهم اللي هو أنا بحبه، يعني ماكدونالدز أنا بحبه، شعار بالضبط أنا بحبه. بالضبط. فحتى هاي الشغلات كلها أول ما أنت تشوف مثلاً الأم بتخطر ببالك أشياء كتير. أنت شفت اللوجو اللي هو الرمز تبعهم خطر ببالك أشياء، هاي الأشياء اللي خطرت ببالك وهي مرتبطة بالماركة تبعهم بالعلامة التجارية تبعتهم، هذا هو البراند، هذه هي العلامة التجارية. فإحنا لما بتطلع على تيم هورتن أو على ستاربكس بالنسبة إلك، تيم هورتن يمكن تكون أنت لا أنا ما بحب تيم هورتن قهوتهم مرة أو whatever، أنا لما أطلع عليه يمكن أفكر فيه بطريقة تانية إنه أسعاره معقولة، أنا بحب الفرايتي اللي عندهم التنوع اللي عندهم. فكل واحد لما بيشوف اللوجو بيخطر بباله أشياء، هاي الأشياء هي عبارة عن سمعتهم، عن الصورة اللي هن بدهن العالم يشوفوهم فيها، الصورة الذهنية أو الانطباع اللي بيسيبوها. بالضبط، الانطباع، برافو عليك. الانطباع هذا اللي بيتكون عندك مجرد ما تشوف اللوجو تبعهم، هذه هي العلامة التجارية اللي هن بيبنوها وبيقعدوا سنين يبنوا فيها. ومشان هيك كل علامة تجارية أنت لما بتشوفها مو سهل تتقلد، حتى لما بتقلدها ما بتجيبها نفسها، لأنه هن اشتغلوا على حالهم كتير، عملوا أشياء كتير. فرضا خد أي إشي، فخد البيبسي كولا، سو البيبسي كولا عندهم برغم من إنها مشروبات غازية زيها زي الكوكا كولا، بس طعمة البيبسي غير طعمة الكوكا كولا، صح ولا لا؟ فهن اشتغلوا على أشياء بتخصهم، خصائص عندهم لحتى يبنوا فكرة ببالك أنت. وهي اللي حتضلها معك، وهي هي ببساطة العلامة التجارية للشركات. بنفس الطريقة نبني العلامة التجارية للأشخاص. طيب لو هنتكلم عن العلامة التجارية للأشخاص، طبعا الأشخاص زيهم زي السلع برضو، مختلفين جدا بخبرات مختلفة بأعمار مختلفة تجارب مختلفة وما إلى ذلك. يعني
انا السلعه لما بكون عايز ابيعها، انا مثلا بوجه السلعه دي للاطفال، للكبار، او لمجموع الناس، لطبقه، لشريحه اجتماعيه واقتصاديه معينه، انه انا الهدف بتاعي الشريحه الاقتصاديه مثلا المتوسطه او الفوق المتوسطه او العاليه او كده. هل نفس المعايير دي نقدر نطبقها على لما ننسى علامه تجاريه او ماركه تجاريه للشخص، ولا الموضوع مختلف تماما؟ حلو سؤالك. ليه؟ لأنه نحن هلأ فهمنا إيش معنى كلمة علامة تجارية للشركات، وعرفنا إنه نحن كبني آدمين كمان إلنا علامة تجارية. هل إلنا علامة تجارية واحدة؟ هل أنا نفس الطريقة اللي مثلا بدي أعرف فيها مثلا أصحابي بالشغل عني، نفس الطريقة اللي بدك تعرف فيه عليهم أصحابك بالنادي، أو لما مع أولادك أنت شخص مختلف بكل هاي الأماكن؟ هي أنت العلامة التجارية تبعتك، هي أنت كل هدول الأشخاص مع بعضيهم بقالب واحد. هلأ نحن قلنا أنه أنت بدك تخلق العلامة التجارية تبعتك. أهمية العلامة التجارية سبيشالي هلأ، إحنا زي ما بنقول كل فترة بتمر علينا بيجي ترند جديد، بيجي موجة جديدة. هلأ العلامة التجارية الشخصية كتير ظاهرة ببلادنا وبأي بلد تاني، كتير مهمة. ليش؟ لأنه المنافسة صارت عالية كتير. لما بتروح بتقدم على وظيفة بتلاقي 1000 طلب، طب صحيح أنت كيف تبرز حالك ما بين هدول الـ1000؟ لازم تخلق لحالك ماركة بحيث أنك تميز حالك عن الناس اللي موجودين التانيين. هاي الماركة طبعاً لما بتقدمها لشغل مثلا متوقع او يعني بدك تقدم عليه، غير نفسها اللي لما بدك تقدمها مثلا لما تروح تعمل تطوع تساعد الناس فرضا اللي عم بيتهجروا من بلادهم، غير انت لما بدك تقدم نفسك فرضا لاصحابك ناس بتتعرف عليهم جديد، مش هتقعد تحكي لهم عن ايش السكيلز والخصائص تبعتك بالشغل، هذيك بالشغل حتحكي لهم عن أشيائك المميزات تبعتك والمهارات تبعتك تبعت الشغل. لكن قدام أصحابك أنت شخص مختلف، قدام أولادك أنت شخص مختلف، قدام طلابك أنت شخص مختلف، وبالتالي أنت البراند تبعك هو عبارة عن كل هدول الناس مع بعضهم. بس أنت لما بتيجي بدك تحكي عن حالك قدام ناس معينين بدك تعرف إيش اللي تبرزه بهذه الموقع أو بهذا المكان. لافترض أنه أنت كنت قاعد بأوضة فيها ناس كتير، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يكونوا ناس عملوا معك انترفيو للشغل، ممكن يكونوا ناس أنت ما بتعرفهم. مجرد ما أنت تترك الأوضة إيش بدك إياهم يفكروا عنك؟ كيف بدهم إياك يعرفوك؟ هذه الستوري أو القصة اللي أنت تحكيها عن حالك لما كنت معهم، أو بيشوفوها بأفعالك، أو بيشوفوها بلبسك، بيشوفوها بطريقة حركاتك، كل هذه هي الانطباع اللي حتتركها في بال هدول الناس، وهذه هي العلامة التجارية تبعتك. يعني يمكن زي ما قلتي دلوقتي انه انا عايز اظهر ايه وايضا اخفي ايه، مش كده؟ يعني هل ايضا برضو ان انا في اشياء مش حابب انها تظهر عني؟ طبعا لانه انت في اشياء فرضا كل انسان، ما فيش انسان كامل، في كل انسان عنده اشياء بحاول انه ما بده يظهرها اتليست بهذا المكان. يعني انا ما عندي مشكله اظهر مثلا عواطفي مع صحباتي مع اولادي، بس بالشغل انا شخص مختلف صحيح. بدي ورجي اشي مختلف عني، عرفت شلون؟ اوقات مش غلط على فكره، ما فيش انسان كامل. اوقات انا فيني صفه بدي اتخلص منها، فأنا ممكن أحاول أعود حالي على إني أنا مش هيك لغاية ما تصير هاي الصفة فعلا حقيقية فيي. تمام. يعني على سبيل المثال ممكن أنا أكون مني إنسانة صبورة، عرفت شلون؟ لكن بدي أعود حالي إني أصير إنسانة صبورة، بدي أعود حالي مثلا إني ألتزم بالوقت، فهاي أشياء أنا بخفيها عن الظاهر، وأنا بخفيها إذا أنا عارفة إنه أنا بدي أغيرها لازم أحاول أورجي الناس العكس لغاية ما أصير أنا العكس، تمام. وهيك بخلق براند إلي.
طبعا خلق البراند بيحتاج خطوات كتيرة. أهم خطوة وأول خطوة إنه نحن نعرف حالنا، نكتشف أنفسنا. هلأ نحن قلنا إنه نحن بدنا نترك انطباع عند الناس. طيب إيش الانطباع اللي أنا بدي أتركه عند الناس؟ يعني أنا لازم أول شيء أنا أعرف مين أنا لحتى أعرف كيف إيش الانطباع اللي أتركه عند الناس. طيب يعني هل عسبيل ممكن، يعني عفوا انقطع بس لان السؤال هنا مهم، يعني انا ازاي هعرف نفسي؟ هل انا كافي؟ يعني هل انا كافي ان انا اعرف نفسي بنفسي، ولا هحتاج حد يعرفني عن نفسي؟ هو نحن بنعرف عن حالنا أشياء كثيرة، لكن أوقات بنعرف عن حالنا مش كل إشي، أو أوقات بنفكر إنه الناس شايفيننا بهاي الطريقة وهو حقيقة لا. لذلك لما بدنا نكتشف نفسنا بدنا نقعد أول شيء مع حالنا، بدنا نقعد مع حالنا ومش غلط نجيب ورقة وقلم ونحاول نكتشف إيش الأشياء اللي نحن بنحبها، إيش الأشياء اللي إحنا كويسين فيها، إيش الأشياء اللي ممكن تميزنا عن الأشخاص الآخرين. لأنه إحنا كل همنا عم نبني البراند مشان نتميز عن الناس الآخرين. طيب إيش المميزات تبعتي؟ أوقات حقيقة أنا ممكن أكون عارفة المهارات اللي عندي، وأوقات أنا ما أكون مش عارفة. فمش غلط إني أنا أسأل عائلتي، أسأل أصدقائي، أسأل زملائي، حيساعدوني. ومن خلال الأسئلة هاي اللي بسألهم إياها أنا بكتشف حالي أكتر. لأنه ممكن أنت تكون فاكر حالك والله إنك أنت إنسان صبور، لكن الناس مش شايفينك إنك أنت إنسان صبور، عرفت شلون؟ فأنت أوقات بتكون ماخذ عن حالك فكرة غلط. فمش غلط إنه نسأل الناس، لأنه إحنا عايشين داخل قوقعة اللي هي أنفسنا، فإحنا بنفكر إحنا بنشوف حالنا هيك، فبنفكر إنه إحنا هيك. فأوقات حلو أول شيء إنه نحن نعرف الأشياء الحلوة فينا والأشياء اللي بدنا نغيرها فينا ونحاول نسأل. مش ضروري السؤال يقول احكي لي إيش أنا كويسة فيه وأنا مش كويسة فيه، ممكن نجيبها بطريقة غير مباشرة. تمام. ممكن إذا أنت عندك علاقة مفتوحة مع الشخص الآخر تسأله هل تعتقد فعلاً إنه أنا إنسان صبور؟ هل تعتقد إنه أنا إنسان ملتزم بمواعيدي؟ يعني فيك تسأل هاي الأسئلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المهم إنه نبدأ نتعرف على حالنا، وهي هي الخطوة الأولى في إنه نبدأ نبني البراند تبعنا. لأنه مهم كتير إنه أنت تعرف إيش الأشياء اللي أنت بتحبها. تخيل حالك يا محمد كل يوم الصبح عم بتفيق بتروح على الشغل أنت بتكرهه، وبتقضي فيه أكتر من نص نهارك بمكان أنت مش حابه، شو حتكون مش نفسك؟ هقدر ادي كمان، مش هقدر انتج، يعني هبقى مضطر مجرد شيء واجب. مظبوط. بينما لما تشتغل بشغلة انت بتحبها حتلاقي حالك انه انت عم تعطي بزيادة، يعني انت حتى عم تتطور في هذا المجال اسرع من غيرك. ليه؟ لانك حابه، لانك انت شاطر فيه. فحلو الواحد يكتشف حاله ايش بيحب ايش بيكره. انا عارفة انه اوقات الحياة بتدفشنا انه نشتغل شغلات نحن منا حابينها، بس احنا من خلال ما احنا عم نبني البراند تبعنا الماركة تبعتنا بدنا نبني انه انا هاي اذا اخذتها هاي الشغلة هاي مؤقتة بدي استفيد من الوقت فيها مشان تساعدني لاوصل للاشي اللي انا حابه او الاشي اللي انا بدي اياه. ومن هوني نبدأ نبني بعد ما اكتشفنا إيش الأشياء الحلوة اللي فينا وإيش الأشياء اللي بدنا نورجيها للناس، نبدأ نبني الصورة اللي بدنا نورجيها للناس. طبعاً بناء هاي الصورة بدك تحط فيها أنت إيش المهارات اللي عندك، إيش الشهادات اللي عندك، إيش نقاط القوة تبعتك، إيش نقاط الضعف تبعتك. بدك تحط كل هاي الأشياء وإيش الأشياء اللي أنا بدي أبينها، وبتخلق البراند تبعك أو العلامة التجارية تبعتك. هلأ طبعاً كل واحد لما بالذات عم نحكي عن الشغل بده يحاول يدخل على المجال الاندستري اللي هو بده إياه. أنا مثلاً بشتغل بالبانكينج، رح بروح بفتش على ناس بيشتغلوا زيي بنفس المجال. ليه؟ أول شيء هن من خلالهم ممكن ألاقي شغل، ممكن أتعلم أشياء جديدة عن شغلي اللي أنا موجودة فيه، ممكن أطور مهاراتي.
هاي كل هالأشياء بتساعدنا كتير. لكن let's say إنه أنت يا محمد عرفت إيش كل الصفات اللي فيك، كل المهارات اللي عندك، وبدأت تشتغل عليها وعملت البوتقة اللي هي بدك تقدمها للناس. تقديمها للناس من أهم الخطوات. ليه؟ لأنه أنت ممكن يكون عندك سكيلز كتيرة، إذا ما حد عرف عنها ما استفدت. صحيح صحيح. يعني أنت بدك تورجي إن السكيلز تبعتك أو المهارات تبعتك وتحطها. وبدنا نتذكر إنه نحن هلأ بعالم عم نقضي فيه نحن جزء كبير من يومنا على التليفون، على السوشيال ميديا، عم نتواصل مع بعض بالسوشيال ميديا. يعني الرزمي مهمة، لكن هاي مهمة بس لما تدخل على الانترفيو. لكن الناس التانيين قبل ما توصل الانترفيو، قبل ما يجيك الانترفيو مشان تقدر تقدم رزمي، من وين بدهم يعرفوك؟ وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي قبل تقديم السيرة الذاتية وقبل الانترفيو وكل الكلام ده، وسائل التواصل الاجتماعي فعلا، لأنه يعني ده بقت حق يعني حاجة يومية. طريقة الناس تعرفك فيها. أنا وياك تعرفنا على بعض من خلال ديجيتال، يعني ما كناش ما شفناش بعض وش تو وش يمكن مرة بحياتنا. صحيح. لكن النقطة وين؟ النقطة إنه هلأ بالإنترنت صارت الناس تعرف بعض حتى اللي مش موجودين بنفس القارة. عمرك ما يمكن هالبني آدم شفته بحياتك، ولا يمكن يمكن حنعيش ونموت ومش حنشوف نتلاقى فيس تو فيس مع هالشخص، لكنه معي على لينكد إن وبيتواصل معي وشايف أنا إيش عم بحط. فالسوشيال ميديا كتير كتير مهمة. هلأ نحن عملنا ماركة تجارية إلنا، لازم نقدر نقدمها بطريقة، أول شيء بدنا نقدمها عن طريق التواصل الاجتماعي، لأنه هيك معظم الناس حيعرفوك. أنت الرزمي قديش بدك توزع؟ 10 11 100؟ لكن أنت على واحد بلاتفورم أبليكيشن ممكن آلاف الناس يشوفوك، يقروا البوست تبعك، يشوفوا الصورة اللي أنت حطيتها. ولذلك لازم نفكر بدال المرة 100 مرة قبل ما نحط أي شيء على السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا لما بيشوفوها الناس عم بيعملوا الانطباع تبعهم عنك. يعني هي زي ما أشرت، هي بلاتفورم أو منصة، هي منصة فعلا، وهي المنصة بيطلق منها بقى ما شئت أنا، سواء سلبا أو إيجابا يعني. Exactly. وصدقني أوقات مش مضطر أنت حتى تحكي ولا تكتب. صحيح. ممكن تبعت صورة، صورة إلك مثلا برحلة، ممكن تبعت صورة أكل، في ناس بضلهم يصوروا أكل ويبعتوه. فهي بتعطي الناس التانيين انطباع عنك، إيش بتحب، إيش بتكره، كيف بتقضي وقتك، إيش طريقة تفكيرك، إيش مستوى تفكيرك، إيش ثقافتك. بتحكي صورة واحدة بتبعتها عنك كتير ممكن تعطي انطباع عنك بطريقة مختلفة. لذلك لازم ننتبه، هل هذا هو الانطباع اللي أنا بدي إياه الناس تاخده عني؟ حتى لما تحط أنت بوست، تعمل أي إشي مثلا على لينكدين، بلاش لو حد حط إشي وإنت عملت عليه تعليق، ما أنا من خلال تعليقك بفهم طريقة تفكيرك، صح ولا لا؟ فلازم نفكر بكل هاي الأشياء. حتى لو حطيت إشي I like أو يعني إعجاب أو عدم إعجاب بالإشي اللي نحط، أنا عم باخد فكرة عن محمد شو بحبه شو بيكره وكيف طريقة تفكيره. فلازم ننتبه كتير. أول شيء لازم نستغل السوشيال ميديا والمنصات الاجتماعية مشان نبرز المهارات اللي عنا. تاني شيء لازم نفكر كتير قبل ما نبعت أي شيء على المنصات الاجتماعية هاي، هل أنا فعلا هذا هو المسج اللي بدي أوصلها للناس عني؟ هيك بدهم إياه، بدي إياهم يعرفوني؟ هاي كتير كتير مهمة، كتير كتير النقطة تبعت السوشيال ميديا مهمة. طيب هلأ يعني أنا بس هو سؤال سريع، هي فكرة بداية الماركة التجارية الشخصية، هل هي بتبدأ كما يعتقد البعض إنه بمجرد ما اتخرج مثلا من المدرسة أو من الجامعة، ولا بتبدأ من قبل كده؟ نو طبعا قبل. احنا اشخاص واحنا إلنا يعني شخصية من يوم ما ننولد، بس هي بتكبر معنا. يعني انت لما كنت بالمرحلة الابتدائية كنت شخص وكانوا يعرفوك اساتذتك وعندهم انطباع عنك، كانوا يعرفوك اصحابك اللي معك بالفصل،
لما صرت بالإعدادية يمكن أنت اختلفت، تغيرت، منك نفس الشخص اللي كنت صحيح بالابتدائي، منك صحيح نفس الشخص اللي كنت بالجامعة، بس أنت في إلك علامة تجارية. مجرد ما يقولوا لي محمد، أنا حيرتبط بذهني أشياء معينة عنك، إيه كان شاطر بالحساب، كان يساعد أصحابه لما ما كانوش يعرفوا يحلوا كان يساعدهم، كل هاي الأشياء الانطباعات تنولد معنا من يوم ما ننولد وبتكبر معنا وبتتغير. مشان هيك، وهي من النقاط المهمة في بناء الماركة التجارية الشخصية إلنا، إنه نحن نرجع ونعيد تجديدها دايماً. أنت مش نفس الشخص اللي كنت قبل 5 سنين ولا قبل 10 سنين ولا نفس الشخص اللي حتكون بعد 5 سنين. تخيل نحن قديش تغيرنا من بعد البانديم، بعد يعني الكورونا، تغيرنا نحن بعد كلنا. الكورونا، بعد الجائحة، يعني بعد الجائحة بالضبط. اكزاكتلي كثير تغيرنا. يعني أنا بقدر أشوف أنا شخصيتي تغيرت، أولادي شخصياتهم تغيرت، يعني زوجي اختلف، وهو على إشي بسيط، بس هي سرعت الأشياء، سرعت التغيير. عرفت شلون؟ صحيح حتى صحيح التغيير مش على المستوى الشخصي، غيرت الحياة. الجائحة هذه غيرت كتير بحياتنا. على سبيل المثال، البنوك صارت تشتغل كلها على المنصات والأونلاين بانكينج والتليفون، تقدر من التليفون تعمل كل شيء. قبل ما تصير الجائحة كانوا الناس ما كتير يهتموا إنه يعملوا هاي الأشياء على التليفون أو على الكمبيوتر. هلأ لا، تعلموا يعملوها وصاروا بدهم يعملوها وهن ببيتهم. ليش لحتى أضرب مشوار على البنك مشان أروح أدفع فاتورة؟ ما أنا بدفعها على التليفون وأنا قاعد. علمتنا أشياء كتير، غيرت لنا طريقة تفكيرنا. هلأ لما بتروح حتى على السوبر ماركت، على المول، ما عاد تشوف ناس كتير تدفع لهم، يعني الكاشيرز اللي كانوا موجودين قبل. لا، كل شيء صار سيلف تشيك اوت، كل شيء صار بطريقة مختلفة. وزي ما الحياة عم تتغير، نحن كمان لازم نتغير. ما فيني أنا أضلني أقول لا، أنا بس أشتغل على الريزومي أو على السيرة الذاتية، ما بدي أكون إلي أي وجود على المنصات الاجتماعية. صح صح بالذات في فترة المنافسة فيها شديدة كتير، فلازم نحاول نقدر نتواكب مع التغييرات اللي عم بتصير، ولازم نحاول نقدر نشوف طرق جديدة لحتى نورجي حالنا بطريقة مختلفة. نحن الماركة تبعتنا منها محفورة بحجر إنه أنا هيك وخلص ما بتغير. لا، نحن منتغير مع السن، منتغير مع التجارب اللي منمر فيها بحياتنا، منتغير مع شغلنا، كل شغل عم بيكسبنا مهارات جديدة، حتى أحلامنا عم تتغير. فبالتالي البراند أو العلامة الشخصية إلنا منها شيء محفور بحجر ما بيتغير، هي بتتغير، وبتتغير حتى بنفس الفترة ممكن تتغير حسب أنت الأشخاص اللي قاعد معاهم وإيش بدك يعرفوا عنك. يعني أنت لما بتكون قاعد مثلاً على سبيل المثال مع أشخاص من ضمن منطقتك الجغرافية اللي جيت منها، أنت شخص مختلف عن الشخص اللي ممكن يكون قاعد مع أشخاص من حضارات تانية، حتى المواضيع اللي حتحكي فيها، صح ولا لا؟ صحيح طبعا صحيح. وبالتالي العلامة التجارية تبعتنا بتتغير مع الوقت، بتتغير مع الخبرة، بتتغير مع المقابل، الشخص المقابل اللي أنت عم تحكي معه. لذلك العلامة التجارية هاي صارت إشي كتير مهم، بالذات بالذات للناس اللي عم يفتشوا على شغل، لأنه المنافسة عالية كتير، لأنه إحنا لازم نثبت إنه نحنا نستحق هاي الشغلة أكثر من 1000 التانيين اللي مقدمين إلها. صحيح. والفرق إيش حيكون؟ إحنا كلنا متخرجين تجارة، إحنا كلنا يمكن جايبين نفس المعدل، عنا نفس المهارات. طب شو أنا كيف بدي أورجي حالي إنه أنا different، أنا غير؟ لازم أحط كل الأشياء اللي أنا بتميز فيها وأورجيهم إياها. يعني أنت حكيت كلمة جوهرية، بس اللي هي إنه إحنا أوقات طريقة التقديم أهم من الشغل اللي أنت عم بتقدمها. بالظبط بالظبط بالظبط. هو كنوع من انواع البرواز او الغلاف الخارجي، لان هي دي يعني الانطباعات الاولى هي اللي بتدوم عاده. فانا
يعني اللي بيجذبني إلى سلعة عادة عشان أشتريها هي الغلاف الخارجي الأول، وبعدين بعد ما بفتح الغلاف الخارجي بشوف اللي جوه. لكن لو الغلاف الخارجي منفر أو ما ادينيش الانطباع اللي أنا عاوزه، غالبا مش هتعب نفسي إن أنا أشوف اللي جوه يعني. مظبوط، معك حق. ومشان هيك نحن عنا لما بدك تروح مثلا على الشغل، فرضا نحن بننصح لما بيجي واحد يقولنا اوكي انا عندي مقابلة ايش اعمل، انا اول شيء بقول له اياه هلا السيرة الذاتية شافوها، عرفوا شو المهارات اللي عندك. هم هلا بالمقابلة حيطلعوا على اشياء تانية غير المهارات اللي عندك. انا دائما بنصحهم اذا انت بتعرف وين رايح، فرضا انت بدك تروح تقدم على بنك، ادخل على البنك شوف الناس اللي هناك شو لابسين شو عاملين، وروح لما تروح على المقابلة البس زي ما شفتهم لابسين، مشان اللي بيقابلك يحسك انه انت اوريدي واحد منهم. فانت قاعد عم بتقدم الماركة التجارية تبعتك بطريقة انك انت تخلي اللي قدامك يحس انه انا جزء منك اوريدي. وبالتالي هاي الاشياء صغيرة، اوقات اشياء صغيرة كتير، طريقة لبسك، طريقة حكيك، البادي لانجويج، حركات ايديك، حركات عينيك، عم تعمل اي كونتاكت، عم تتطلع بالشخص المقابل إلك ولا لا، اشياء بسيطة كتير، لكن هي زي ما انت قلت هي الغلاف. انا اذا ما عجبني الغلاف ما حدخل لاي شيء جوا، وبالتالي ما حقرا الكتاب، مع انه يمكن يكون الكتاب كتير كويس. فبالتالي نحن صح اوقات بتقول الانسان مش بلبسه، انا على عيني وراسي، انا ما حددت انه انت كشخص انت مجرد لبسك، لكن انت بدك تشجع الانسان المقابل لك لحتى يكمل يعرف بقيه الاشياء عنك. اذا واحد رايح على مقابله ببنك ولابس تريننج سوت، لابس بدله رياضه، كيف تتخيل انه حيكون يتطلعوا عليه؟ ما حيطلعوا عليه بجديه. ففي صحيح. أشياء صغيرة نحن ما أوقات بنهملها لكنها بتأثر كتير على الشخص المقابل إلنا، وهي جزء من البراند تبعنا، جزء من العلامة التجارية تبعتنا، طريقة لبسنا، طريقة حكينا، حتى أوقات الميك اب، حتى أوقات الجلري اللي بتلبسه. يعني في أشياء كتيرة، يعني فرضا يعني هي منا نحن ما بنقول هي الأساس، لكن بتعطي فكرة، عرفت شلون؟ أكيد زي بتدي ما إحنا انطباع قلنا طبعا. بالضبط، زي ما قلنا أوقات أنت ما بتكون بتعرف الشخص لكن بتشوفه حاطط بوست صورة لا فيها لا حكي ولا كلام ولا صوت ولا إشي، صورة تقدر تعرف عن هذا الشخص أشياء كتيرة من خلال هاي الصورة، بدون شك إيش عم يعمل، وين هو، إيش هواياته، مين أصحابه، تقدر تعرف أشياء كتيرة. مدى مهنيته أيضا يعني قد تظهر من خلال بالضبط موضوع بالضبط هل بيضع صور شخصية، هل بيضع صور خاصة بالعمل، مدى اهتمامه بالعمل يعني ما إلى ذلك. طيب هنا في نقطة هامة تانية، إنه الكثير من العلامات التجارية بنجد إن هي بتخبو مع الوقت. يعني في علامات تجارية وفي سلع كانت رائجة جدا في وقت من الأوقات، ولكن بدأت تخبو وتختفي جدا. في سلع كانت في الصفوف الخلفية فجأة يعني اندفعت إلى الصفوف الأمامية وهكذا. هل نفس الشيء بيحدث مع الأشخاص؟ وإذا كان نفس الشيء بيحدث مع الأشخاص، يعني كيف يحدث هذا؟ يعني كيف لي أن أتقدم من الصفوف الخلفية إلى الأمامية، أو أن أتقهقر من الصفوف الأمامية إلى الخلفية؟ يعني ما هي الأشياء السلبية اللي يجب أن أتفاداها والإيجابية التي يجب أن أكثر منها؟ هو السؤال هذا كتير حلو، بتعرف ليش؟ لأنه ما في شيء ما بيتغير زي ما قلنا من شوية، بالتالي نحن إذا ما واكبنا التغيرات رح نخسر كتير. فأنا على سبيل المثال ناخذ مثال بسيط، زمان بتتذكر كانوا الناس كلهم يروحوا يودوا مثلا المكوى عند شخص يقعد يكوي على إيده، أوكي؟ الحياة اختلفت، ما عاد الشخص يكوي على إيده، صار في عنا أشياء كتير أجدد. هداك الشخص لو إنه هو ما تطور مع الزمن وجاب الآلة اللي بتكوي بالبخار خسر شغله، ما عاد في شغل عنده، عرفت شلون؟ بالتالي نحن كمان لازم نواكب التطورات اللي بتصير بالحياة. في أشياء كتير عم تتطور بالحياة، وإحنا إذا ما تطورنا معها رح نخسر كتير من بتعرف أوقات حتى هنخسر حالنا.
اوقات كتير في اشياء بالتكنولوجي، انا لا ما بتبع التكنولوجي، انا بحب الطريقه القديمه وبديش الهاي وهاي فيها خطر كتير. طب على عيني خطر كتير، بس هيك هي الحياه صارت. انت اذا ما قبلت تتعلم على هاي الاشياء الجديده، ما قبلت تتطور مع هاي الاشياء الجديده، انت اللي عم تخسر. العالم ماشي والحياه ماشيه، بس انت بدك تورجي انه انت دائما مواكب العصر. انت عارف في اشي اسمه forward thinking اللي هو التفكير المستقبلي، هاي من برضو الترندات اللي طالعة بالبلد زي الـ personal branding والعلامة الشخصية التجارية، اللي هو انت انا مثلا بشغلة فرضا بشتغل انا باي شغلة بدي ابدأ اتعلم هاي الشغلة شو المستقبل تبعها، وابدأ ادرب حالي على المستقبل تبع هاي الشغلة مشان لما تتغير انا الاقي إلي مجال. كثير من البنوك هلا صاروا كاشلس، فصار هلا اللي كان يشتغل كاشير بده يتعلم اشياء تانية، والا حيستغنى عنه صاحب العمل لانه ما عاد له وظيفه. لما دخلوا الكمبيوترات على كل الدوائر الحكوميه وعلى كل الاشياء، اللي ما قدر يتعلم على الكمبيوتر ورفض يتعلم على الكمبيوتر استغنوا عنه، لانه خلص هي هي الحياه، هذا هو المستقبل، احنا من هون رايحين. وبالتالي انت يا بتيجي معنا وبتتغير وبتتطور وبتطور البراند تبعك والشخصية تبعتك لكي تتواءم مع المستقبل اللي جاي، او للأسف انت حتقعد على جنب والقطار حيمشي مش حتوقف العالم. يعني طيب اخيرا وليس اخيرا، انه يعني يمكن احنا لمحنا الموضوع ده احيانا، انه هل ايضا طبيعه الشخصيه، يعني هل في شخصيات لا يعني يتواءم معها فكره العلامه التجاريه، وشخصيات تتواءم معها بشكل اكثر؟ يعني لان احنا قلنا طبعا فكره التقديم، فكره انه فعلا انا لو بعرف اقدم نفسي كويس، ودي يمكن ناس كثر بيشوفوها، ممكن يكون شخص عنده كم هائل من المهارات وخبره طويله جدا، بيقدم نفسه في خلال انترفيو ما بينجحش، وشخص أقل بكتير منه بيقدم نفسه في انترفيو وبينجح لأنه بيعرف يقدم نفسه. ففي حد من المشاهدين دلوقتي ممكن يقول لك بس أنا مش بتاع براندنج، يعني أنا مش بتاع علامة تجارية، أنا مش هعرف أعمل علامة تجارية. يعني إيه الرسالة اللي ممكن توجهها له الشخص اللي بيقول لك لا أنا الكلام ده مش هينفع معايا؟ هو يا محمد نحن كلنا أردنا أم أبينا عنا علامة تجارية، يعني نحن من الولد وعنا صفات شخصية وعنا طريقة حكي وعنا أشياء بتميزنا عن الأشخاص الآخرين اللي حوالينا. لكن أنت الكلمة الجوهرية اللي قلتها إنه هي طريقة التقديم، إنه أنا أعرف مين أنا وأقدم هاي الشخصية. هلأ أنت لما ما بتقدم أنت شخصية أنت اللي خسران، لكن أنت عندك فرصة إنه أنت تقعد مع حالك ترتب أمورك تشوف إيش الأشياء اللي بتحبها. هي مش بس حتساعدك مشان تلاقي شغل، هي بتساعدك حتى على على المستوى الاجتماعي. لما واحد يخطب وحدة مش بده يقدم حاله إلها، بده يعرفها على حاله، أي نعم بغض النظر حقيقة أو مش حقيقة، بس هي نفس الفكرة إنه أنت تعرف شو أنت وتكون صادق مع نفسك وتقدم حالك بهذا القالب. هل الشخص حيقبلك بهذا القالب أو لا بغض النظر يعني، بس أنت حتى على المستوى الاجتماعي لما بتتعرف على صديق جديد، لتسي أنت رايح على حفلة وبالحفلة في ناس جداد أنت عمرك ما شفتهم قبل هيك، أنت بدك تحكي معهم. أنت وإنت عم تحكي معهم أنت عم بتحاول تقنعهم بحالك، أنت عم بتحاول تسوق حالك حتى مش مشان شغل، مشان يصيروا صحابك أو مشان يصير صاحبهم أو مشان تدخل هالمجتمع أو مشان تدخل هالجروب. بغض النظر نحن الشخصية موجودة عنا العلامة التجارية، لكن هي طريقة تقديمها وتقديمها وعدم تقديمها. لأنه أنت لما ما تقدمها الناس حيعرفوك بطريقة تانية، فأنت بدك أنت اللي تقول إيش القصة تبعتك، أنت اللي بدك تقول إيش كيف بدك العالم يشوفك. هي موجودة لكن أنت كيف ترتبها وتورجيها للناس بالطريقة اللي أنت بدك إياهم يشوفوك فيها، بس أنت مولود فيها. صحيح صحيح، فعلا فعلا. يعني شو الكيالي، يعني لا يسعني غير أشكرك جدا على وجودك معايا في البرنامج وعلى المعلومات القيمة جدا، لا أعتقد أنها تكون مفيدة لكل من يشاهد الحلقة. يعني شكرا جزيلا مرة تانية على تواجدك معنا.
شكرا كثير لك يا محمد، وانبسطت كثير معكم، وان شاء الله يا ربي هيك كل واحد بيقعد مع حاله وبيبدأ يبني العلامة التجارية تبعته، لأنها زي ما قلنا مش بس للشغل، هي للحياة الاجتماعية، صحيح هي أنت كيف بدك تورجي الناس مين أنت. صحيح، وبتشكركم كل بتشكرك على أنك دعيتني اليوم، وإن شاء الله بنشوفكم كمان تاني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مرة ثانية. يعني مشاهدينا الكرام، لو يمكن أن نخص إلى تلخيص، يعني العلامة التجارية هي فعلا يعني عندما أشتري منتج وأترك الآخر، هو الانطباع، أنا هذا المنتج يشعرني بشيء معين، هذا المنتج يشعرني بالسعادة، أو عندما أقتني هذا المنتج أشعر أن أنا شخص مميز، أو سواء مميز اجتماعيا، مميز ماديا، بأي شكل. كذلك عندما تذهب لعمل معين، الشركة التي سوف أنت بالنسبة لك سلعة، هي بتقتنيك، هي تريد أن تقتني شيء مميز، شيء مفيد، شيء يشعر هذه الشركة أن هي أقوى، أن هي أعلى، أن هي أضمن. نفس الشيء بالنسبة للصديق، أنا لا أريد أن أصادق شخص يأخذني إلى تحت، بالعكس أريد شخص أن يكون متوافق معي ونرتفع سويا. نفس الشيء شريك الحياة. فعملية العلامة التجارية هي عملية دائمة باستمرار. فعلا فكرة الانطباعات الأولى تدوم، هذه حقيقة، شئنا ما بين الانطباعات الأولى تدوم، والغلاف دائما الغلاف، يعني أنا إن قمت بوضع قطعة من الماس داخل سلة مهملات أو داخل كيس للمهملات أسود، الغالبية العظمى من الناس لن يعتقدوا أبدا أن داخل هذا الكيس الأسود قطعة من الماس، مستحيل. قد أحصل على صندوق مثلا أو علبة جواهر، وأضع فيها قطعة من الفحم الأسود، ولكن عادة الناس ستقبل على فتح هذه العلبة لأنها تعتقد أن بداخلها يعني هذا الماس القيم. فالانطباع الأول، الشكل الأول، وللأسف يعني كثر يفقدون فرص عمل كبيرة جدا، ويعني يمكن يعني السبب اللي أنا بضحك عشانه الحقيقة، إنه الواحد بيتذكر فعلا الكثير والكثير من الأمثلة، وهي يعني هي الحقيقة من المضحكات المبكيات في آن معا. يعني الواحد بيتذكر شخصيات فعلا قيمة جدا وشخصيات مميزة جدا، للأسف لم تحصل على أي شيء نتيجة عدم قدرتها على إبراز ما عندها، وشخصيات أخرى قليلة تماما الخبرة والقدرة استطاعت أن تظهر وتطفو لأنها استطاعت أن تسوق نفسها جيدا. أيضا التاريخ والتكنولوجيا والمستقبل لا يتوقف عند أحد أبدا، والبقاء على القمة من المستحيلات ما لم تحدث نفسك. يعني مثلا كانت شركة نوكيا مثلا في تسعينيات القرن الماضي مثلا كانت على القمة، نوكيا كانت على القمة تماما، مكتسح كل الشركات الأخرى، ولكن مع دخول مرحلة الهواتف الذكية في بداية القرن 21 نوكيا انخفضت تماما لأنها لم تواكب العصر. يعني إذا لم تواكب أنت العصر مهما بلغت من المهارة والقدرة ستنخفض أسهمك أيضا. علينا دائما أن نشعر بالزمان والمكان الذي نحن فيه كي نبقى دائما في وضع جيد. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي بحضراتكم مرة أخرى، دمتم بكل أمان، شكرا جزيلا.